أرحب فيكم أستاذ المشاهدين معي بحلقة جديدة وتواصل جديد من برنامج سلام يا كويت، هذا البرنامج الاجتماعي الرائد الذي يأتيكم كل مساء. واليوم نتواصل وإياكم بإذن الله بمواضيع جديدة. هذه المواضيع هي مواضيع اجتماعية دائما ما نتطرق إليها ودائما ما نحاول أن نسلط الضوء عليها بشكل إيجابي، يعني الأعياد الوطنية. هناك الكثير من الفعاليات التي تنطلق، وهذه الفعاليات جاءت حبا لهذه الأرض وحبا للوطن، ودائما ما نحاول أن نبرزها للإعلام حتى تكون سمة جيدة ويتعظ منها الآخر والمجاميع الأخرى تسير على نفس هذا النهج. عندنا كثير من الفقرات اليوم بهذه الحلقة راح نتكلم عنها والمرتبطة بالجانب الوطني. مثل ما وعدناكم أن هذه الأيام هي أيام سعيدة، نبتعد عن المشاكل، ولكن أحيانا هذه الحملات اللي نستضيفها واللي عندها هذا الطابع الوطني والعمل التطوعي يصادفها بعض الأمور. هذه الأمور نحاول أنه يعني نبرزها لكم حتى تكون واضحة وحتى تكون من جانب توعية. يعني على سبيل المثال اليوم الفقرة الأولى سنتحدث عن يعني حملة، وهذه الحملة معروفة على مستوى الإعلام وهي تنظيف الكويت والكويت واحة خضراء، واليوم نتكلم عنها. أصبحت لها 3-4 سنوات في الإعلام، يعني اتجهت إلى مجال التخضير من خلال الزراعة، اتجهت إلى إطلاق فعاليات للتوعية البيئية، ولكن اليوم اتجهوا إلى منحنى آخر خصوصا بهذه الأعياد الوطنية، تحديدا حملة تنظيف شاطئ الخويسات، واللي راح نتفاجأ بكمية الصور الهائلة اللي راح نشوفها للمخلفات التي تركت على هذه الشواطئ والتي تسبب الكثير من الأضرار للبيئة سواء البرية أو حتى البحرية. في البداية أرحب بضيفتنا اللي حرصت اليوم على التواصل والتواجد معنا في برنامج سلام الكويت، الأستاذة فاطمة العنزي المنسق العام لحملة الكويت واحة خضراء. حياك الله معنا. الله يحييك يا رب. سعداء بالتواصل معك، وتوي شاي على طول من العمل وعلى مدار 15 يوم والعمل متواصل منذ الصباح الباكر حتى آخر الليل. بالضبط. نقول لك قواك الله. الله يقويك يا رب. أنا ذكرت في البداية أن عندنا حملة، وهذه الحملة معروفة، حملة تنظيف شاطئ الخويسات، ويمكن يعني ذكرت في الإعلام، ولكن البعض يعتقد بأن حملة مثل الحملات اللي تطلع لتنظيف الشواطئ للمخلفات والأكياس والمخلفات اللي تركها بعض مرتادي البحر، ولكن ما أتوقع أن السيد المشاهد راح يتخيل كمية المخلفات اللي لقيتوها من خلال هذه الصور. بعد إذنك مخرجنا الفاضل، إذا ممكن نعرض التقرير اللي يتكلم عن هذه الحملة اللي سووها وعن المخلفات اللي شافوها، وبعدها برجع حتى أكمل الحوار مع ضيفتنا العزيزة. رجعنا مشاهدينا من بعد هذه الصور الأليمة اللي شفناها واللي راح نتكلم عنها بالتفصيل، ولكن في البداية عودناكم أن عندنا صورة. هذه الصورة يعني تشوفون المكان تتعرفون عليه، أحد المعالم الموجودة بدولة الكويت. وفي آخر الحلقة أو في آخر الفقرة ناخذ اتصالاتكم بعد إنك مخرجنا الفاضل، كذلك نرى صورة اليوم الخاصة بالمسابقة. هذه الصورة اللي قاعد نشوفها معلم من معالم دولة الكويت موجود عندنا، وهذا المعلم أيضا بارز ومعروف. اللي حاب إنه يتواصل معنا الأرقام شفتوها أسفل الشاشة، بس اللي عليك إنك تتصل وتقول لي هذا أي شارع، وأعتقد إنه شارع معروف والكل يرتاده. راح نرجع يعني لأخذ مداخلاتكم الهاتفية، ولكن بعد ما نبلش
بالمحور الأساسي وهو تنظيف شاطئ الخويسات. أستاذة فاطمة مساء الخير مرة ثانية. هذا اللي شفناه أي مكان تحديدا؟ وهل فعلا هذه الصور موجودة حاليا؟ في البداية مسي عليكم بالخير. الله يمسيك بالنور والكرامة. وما تتخيلون إيش كثر كنت فرحانة للقاء هذا. نعم. لأن كان بعد كوارث شفناها في المنطقة هذه. نعم. ومن شدة الكوارث وتعب 15 يوم المتواصلين فيه ومستمرين يمكن شهر شهرين ما نخلص، لدرجة أن عندنا مؤسس الحملة طاح، هو كان في الموقع اليوم، وأنا جدا حزينة على اللي صار اليوم قدامنا وقدام الأغلب اللي كانوا موجودين معنا في الموقع. طاح من طوله، ريال كبير عمره فوق 60 سنة، من التعب ومن المناظر اللي قاعد يشوفها مو متوقع الشيء اللي شفناه. تمام. ماكو شيء ما لقيناه. هذا وين وشنو اللي لقيته بالضبط؟ شنو ما لقينا؟ ايش تبيني اقول لك؟ يعني الموقع هو بالضبط شاطئ الخويسات اللي هو يعتبر شاطئ كاظمة، على امتداد الشاطئ بين الشاليهات بكل مكان. طبعا هذا الموقع هو يعتبر جول الكويت. تمام. وهو الحاضنة عندنا، الحاضنة الأساسية للأسماك والربيان، ثروتنا هو الحاضنة، صاحب السمو الله يحفظه لنا يا رب ويطول لنا بعمره، وصى على تنظيف جول الكويت، وصى على الحفاظ عليه وعلى الحفاظ على ثروتنا السمكية، هي اللي باقية لنا، هي المصدرنا لاحقا للغذاء. ما ادري شو اقول لك. شنو يعني الكم الهائل من الصور اللي شفناها قبل شوي، كم هائل من المخلفات، شنو انواع المخلفات اللي لقيتوها؟ يعني انا شفت قبل شوي شنو في سياره محترقه. سياره؟ سيارتين، ثلاث، اربع، خمس سيارات. سيارات اللي محترقه، اللي جايز تكون كانت مبيوقه او شيء. تمام. اللي تلقاها داخل السيف، اللي تلقاها ما تلقى الا السقف مال السياره، بايب نفط تلقى، بايب نفط كان قوارب تلقى، يخت تلقى، كل شيء تلقى، كل شيء تلقاه من البلاستيك والاكياس اللي طبعا تعرف الاكياس هي غير صديقه للبيئه، اغلبها النايلون فما تتحلل، فبالتالي تشوف منظرها جدا سيء على الشاطئ وعلى اليال. طبعا حاليا شاطئ كاظمه، راح تلاحظ حزه الجزر الشاطئ هذا اللي قاعد تشوفه المخلفات على الامتداد كله، هذه راح يصير داخل الجون مع المد، كل ماله يطلع على الشاطئ، يطلع لين يغطي المساحه كلها. فتخيل انت كل هالبلاستيك وهالسيارات وبايب النفط والامور هذه كلها داخل الجون عندك، داخل الحاضنه اللي قاعد ناكل وناخذ منها السمك والربيان، محطه تقطير الدوحه يمه، هذا كله لقيتوه على مدار 15 يوم. اي نعم. يعني نتحدث بدايه عن هذه الحمله التي جاءت لتنطلق لتنظيف هذه الاماكن والمرافق العامه بدولتنا الحبيبه الكويت، ليش اليوم هذه الحملة وشون اكتشفتوا هذا المكان تحديدا؟ بالضبط. طبعا احنا صار لنا تقريبا ما يقارب 3 سنين. نعم. نحرص كل موسم مخيمات نكون متواجدين في الكامب الخاص للحملة. صار لنا على مدى سنتين كنا جنوب، السنة هذه اتجهنا الى الشمال منطقة المطلع، موقع المخيم كيلو 8.5 اللي هي بجانب النقطة الأمنية. طبعا حفل افتتاح كان قبل بداية الحملة هذه، يعني قبل ما يقارب الشهر، كان في حضور معالي وزير الأشغال دكتور علي العمير. نعم. هو الأب الروحي عندنا للحملة أمانة، وكان في حضور الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام معالي اللواء عبد الفتاح العلي. نعم. وبحضور هذا الشخص هو مميز جدا بالنسبة لنا، لأنه هو اللي دلنا على الكارثة هذه، هو اللي عرفكم على المكان. بالضبط. هو المقدم حسين بن طفل العجمي، أوجه له السلام أمانة والشكر، هو مدير إدارة شرطة البيئة. نعم. هو يوم بعد نفس يوم الافتتاح، بعد ما مشوا الضيوف قعدنا نتكلم، قال تحبون الكويت؟ تبونها؟ قلنا له اكيد. اعطيكم، احنا قلنا له احنا نبي نبلش بالفعل، احنا صار لنا سنتين وهي الثالثه كنا كتوعيه ونوزع الشتلات النخل الامور هذه، نحث على تشجيع الحفاظ على البيئه كتوعيه، لان انت اذا ما توعي ما فيك تبتدي في الواقع. نعم. في البداية أي رسالة لازم في البداية يكون في توعية. تمام. إحنا قاعد نشوف مع بعض الصور على الهواء. هذه يعني أجزاء بسيطة من اللي لقيتوها، عدل؟ إيه. تمام. شوف الحيوانات النافقة، يعني مجموعة من الكائنات الحية النافقة. إيه؟ هذا فريق العمل اللي قاعد نتكلم عنه. فريق العمل اللي هم. هذا شنو اللي قاعد نشوفه؟ هذا بايب النفط. بايب نفط موجود. هذا شنو؟ سيارات. سيارات طابعة. موجودة. طابعة موجودة. تحت الأرض.
اي بنفسك قاعد تشوف. احنا استعنا طبعا بلديه الكويت حاولت اللي هم بلديه الجاره، حابه اشكرها مديريه اداره النظافه سعد الخرينج، حاول ان احنا نوصل ونطلعها. الحفاره عنده طبعت يومين قاعد نحاول نطلع الحفاره ما قاعد تطلع، بس ظل السيف مالها. اضطرينا ان احنا نستعين في شركه موجوده، اوجه لهم كل الشكر، شركه بي جي بي مؤسسة البترول الوطنية الصينية، هم موجودين عندنا المهمة عندهم اللي هو مسح استكشافي للمنطقة والجول الكويت، فكانوا موجودين في المنطقة، عملهم ينطلق من هالمنطقة. فاجتمعنا مع الأخ عادل علي عندهم وبلغناه، روينا الأماكن هذه اللي احنا محتاجين فيها آلياتهم، لأن أنك تنزل في آلية عادية مثل الحفارة والكريل العادي ما راح يرفع، راح يطبع، لأنه هو بالجون المنطقة صبخة الموجودة هذه، نحتاج إلى آليات من البحر تدخل لنا. تمام. فبالتالي استعنا بآلياتهم ما قصروا أمانة، وهم اللي ساعدونا نحن نرفع البايب ونحن نرفع السيارات الموجودة اللي هي صوب السيف صوب اليال. طبعا العمل ما زال مستمر يوميا لغاية الحين. لغاية الحين كم يوم تستمرون في العمل؟ والله أنا أتمنى أن احنا خلال شهر نكون خلصنا مرحلات التنظيف، أتمنى يعني، ولكن لن يتم تنظيفها نهائيا. احنا راح نتم، احنا الحمله هذه اللي هي تنظيف شاطئ الخويسات هي حمله وطنيه طبعا، فيها العديد من الجهات الحكوميه مساهمه معانا، لان نعم. الحمله محتاجه جهد ومحتاجه كل شخص يحب الكويت، انا ولا انت ولا الموجودين في الاستديو وكل اللي يتابعونا، لازم اهل الكويت والمقيمين ايضا يساعدونا في هالحمله هذه لانها وايد مهمه. فالحمله هذه لها عده مراحل باذن الله يا رب. الاولى هي حمله التنظيف اللي احنا بلشتوا فيها، بلشين فيها صار لنا 15 يوم ومستمرين، احتمال تاخذ شهر بعد عشان نقول احنا نظفناها 100%. المرحله الثانيه، احنا خلال المرحله الاولى هذه بلشنا ان احنا نطلع الاجراءات او نطلع الاجراءات اللي هي اللازمه لعمل صاينات لوحات للحفاظ على البيئه في المنطقه هذه. تمام. لان ما فيها اي لوحه حفاظ على البيئه، الارشادات مو موجوده. تمام. فحابين احنا باذن الله نضع الصاينات هذه، لان بالنهايه لازم يكون في توعيه، لازم يكون في تنبيه، بأيضا تنبيه لقانون البيئة الجديد والمخالفات، أنت لازم توعي قبل لا تخالف. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة راح تكون هي عبارة عن زراعة أشجار كمصدات، لأن المنطقة عندك اللي يروح شاطئ كاظم ما يعرف أن يمينك شاطئ البحر، يسارك البر، فأنت تدري المخلفات اللي موجودة مع 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 هبة الهواء، مع الأمور هذه توصل. وغير كذي حزة المد يعني بعد نص شهر ثلاثة يعدي القار اللي بالنص اللي موجود، البحر يعدي القار، فبالتالي نعم. راح توصل المخلفات، فاحنا لازم نعمل مصدات لحمايته من المخلفات اللي موجوده. هذه المرحله الثالثه. المرحله الرابعه راح تكون عمل اناره كامله للمنطقه لتاهيلها. تمام. باذن الله يا رب. طيب، ما هي ابرز الجهات او من هي ابرز الجهات اللي شاركتكم بهالحمله؟ انا قاعد اشوف من خلال الصور اللي من الساعه عرضناها مجموعه من الشركات اللي موجوده، وعلى حسب يعني علمنا ان هناك ايضا جهات حكوميه شاركت معاكم وحاولت ان تبذل جهد كبير في التعاون معكم، من هي ابرزها؟ طبعا في العديد من الجهات. نعم. طبعا خلينا نقول البدايه كانت مع التعاون مع وزاره الداخليه. نعم. بالذات مع قطاع مديريه امن الجهره، الامن العام. نعم. أمانة، وكانوا معنا أيضا إدارة شرطة البيئة، معنا إدارة المتفجرات، إدارة الخطط والأوامر، إدارة العمليات، إدارة الأثر. طبعا احنا لابد ان احنا نمسح المنطقة قبل أن نبلش فيها، لأن المنطقة أساسا تم المسح طبعا قبل. طب تم المسح قبل أن نخلي أي طفل أو أي شخص يقرب صوب المنطقة. تمام. بالنهاية هذه أرواح احنا مسائلين عنها، فلازم كزيادة تأمين للموقع. طبعا وزارة الداخلية معنا في كامل قطاعاتها تقريبا، الإعلام الأمني، العلاقات العامة، أيضا معنا بلدية الكويت بالذات بلدية الجهرة، إدارة النظافة وإشغالات الطرق، معنا أيضا منطقة الجهراء التعليمية بالذات موجه الكشافي الأخ سعد، أمانة مو مقصر معنا نهائي، مدرسة المطلع بالذات وايد مهتمين في الموضوع معنا. معنا أيضا شركة نفط الكويت الكيو سي، شركة بي جي بي مؤسسة الوطنية، مؤسسة البترول الوطنية الصينية، معنا أيضا أنا صراحة أنا أخاف أني أنسى أحد، معنا الحرس الوطني طبعا، يعني بالرغم من أشغالهم بالرغم من المسؤوليات اللي عليهم أيضا يتواجدون معنا، لأنهم حصلوا على التواصل والتواجد معكم. بالضبط، معنا ولازلنا لغاية اليوم هذا إحنا في تواصل مع جهات أخرى للانضمام إلينا في الحملة. تمام. أنا يعني ما أدري الوقت شمر معك بشكل سريع جدا، نبي الكلمة الأخيرة اللي نوجهها للسادة المشاهدين، وهذه الرسالة التي أيضا نوجهها لهم للتوعية،
خصوصاً أن البعض لربما يذهب إلى هذه الأماكن يعتقد بأنها ترفيه ويترك أيضاً هذه المخلفات يعني، وممكن أن تؤثر على البيئة وتؤثر على الحاضنات مثل ما ذكرتي، حتى البيئة البحرية أو حتى البيئة البرية. الكلمة الأخيرة التي توجهينها لهم التي تحمل رسالة توعية أيضاً. طبعاً بقول لهم خركز على كلام صاحب السمو الله يحفظه لنا يوم قال صونوا أمكم الكويت فلن تجدوا لها مثيلاً أو بديلة. أتوقع ما في أفضل من الأقوال السامية له أن احنا نقتدي فيها ونلتزم فيها. الكويت لازم نهتم فيها ونهتم في بيئتها قبل لا نفكر بأي شيء ثاني. فلابد أن كل شخص موجود على هالديرة وقاعد يأكل من خيرها يهتم فيها ويعاوننا في الحملة هذه لأنها وايد مهمة. محتاجين طبعا التعاون. كادر يتعاون معاكم أكثر ها؟ كل شيء ممكن تتخيله. يعني ممكن شخص يقول أنا شنو عندي أعطيهم، احنا ما نبي شيء، احنا نبيك أنت كشخص قوتك معنا وتكون موجود معنا لو تشيل قطيا بلاستيك من الارض. يكفي يكفي تمام يكفي. كل الشكر والتقدير لك، يعطيك العافيه الاستاذه فاطمه العنزي المنسق العام لحمله الكويت واحه خضراء. وراينا معا بهذه الفقره حمله تنظيف شاطئ الخويسات وكميه المخلفات الهائله التي رايناها بالصور والتي تعدت الاكياس المعتاده التي نراها على الواجهات البحريه. اليوم راينا سيارات، راينا قوارب، راينا يعني كثير من الامور، حتى بايبات نفط رايناها. نتمنى ان يتم يعني التنظيف والتعاون مع هذه الحمله، وكل الشكر والتقدير للجهات المشاركه. راح نروح ايضا عندنا تقرير صغير، وهذه التقارير والفقرات اللي تعودتوا عليها في برنامج سلام الكويت يوميا. اليوم نتحدث عن الحداق وفقره الحداق المهمه اللي تعودتوا عليها تحديدا كل يوم اثنين، راح نشوفها مع بعض، ومن بعدها راح نرجع لنتلقى اتصالاتكم والمسابقه اللي معنا ودخول السحب على طول. وصلنا معاكم لخلف الكواليس، بنشوف ونتكلم وندردش عن الحياة اللي احنا ما نعرفها، حياة اللي الحياة اللي داخل المركب نفسه. طبعا معانا احد الصيادين، تعرف عليك؟ محمد فرحان. ايوه نعم، تفضل هذا المايك. سولف لنا عن الوضع داخل المركب. الواجهة. طبعا هذا اللنج كم، اول شيء كم حجمه؟ تحت فيه حوالي 32 قدم. طبعا بيبقى عليه حوالي 7-8 افراد سياتين، مش اقل من 6 ومش بقاش اكثر من 9 يعني. طبعا بيقعدوا حوالي بالتسعة ايام بالعشر ايام حسب الرسي بتاع البحر، وحسب الموسم برضه يعني. اول موسم مش اخر الموسم يعني. اللانك اللي احنا دلوقتي بقى لهم حوالي 10 ايام في البحر، يعني هم طالعين من يوم 13 جاي لي اليوم يوم 23، عليه 6 انفار او 7 في حاله، انت واحد في الثاني. طبعا اشيكم كلهم واكلهم وشربهم كله في البحر. هم يا دوب يخشوا الساعه 5 الصبح الفجر، يطلعوا السمك بتاعهم يتباع، يحملوا ديزل من عند منتينا من هناك، وياخدوا ايس من السيارات من فوق، ويجيبوا الجمعيه بتاعتهم الاكل والشرب. وبعد الحراك بعد ما يبيعوا السمك بعد العصر يعني على حوالي الساعة 6 المغرب إن شاء الله، إيه الموقتين بعتهم ماشيين، يقعدوا حوالي برضه 7 أيام 10 أيام في البحر حسب الرزق برضه، ويجوا. طبعا النوم هم يصيروا هنا؟ النوم هم يصيروا في سرلهم، سراير تحت، نومهم تحت. غرفة لا مش ما نقدر، الغرفة ما نقدر نشوفها. ممكن تنزل، ما راح تقدر تنزل معاها، بس إنه في غرفة تحت نفس كابينة بالطراز. عبارة عن عبارة عن عنبر يعني، في حاطين هم مثلا إيه زي مراتب حسب بقى الطقم بتاع المركب، 6-7 مثلا حسب الورديه، يبقى مثلا 4 نايمين تحت، وفي كاميرا برضه لو بكره واحد يبقى ايه سهران او 2 في الكاميرا فوق. طبعا تحت بقى المطبخ بتاعهم
اكرمهم وشربهم مطبخ تعتبر بات وغرفه المعيشه الاكل والشرب ولا. وطبعا تعتبر ايه حمام بتاعهم منور اسكم الله الحمام حمام بتاعهم هذه 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 نفس الديوانيه هذه هني القاعده ورا نفس الديوانيه حق وقت الراحه هم ياكلوا هنا غداهم يسوون غداهم ياكلوا هنا طبعا فوق كان في ثلاجات بيحط فيها السمك ولا الثلاجات اللي قدام فيها الميه ضغطوا الميه بتاعتهم والثلاجه اللي بيتحط فيها السمك تحت تحت هو المركب متقسم لثلاث عنابر مثلا ده العنبر تحت بتاع النوم والعنبر اللي في النوم او في النص الماكينه بتاعت المركب وقدام الثلاجه اللي بيتلج فيها السمك والايس بتاعهم بيخطوه الكلام ده وفوق بيبقى برضه في ثلاجه في ساعات يحطوا فيها السمك وساعات يحطوا فيها الميه وتي الكابينة بتاعة المركب اللي هم بيه سواء انت الكابينة بتاعة المركب اللي طبعا ايه طبعا اللي بسوق المركب اللي كابتن المركب واكلوا مشوا وكل ياخدوا على حد دوت في مراكب الروبيان الخلفي يقعدوا خمس شهور ونص وبيمشوا اللي هم متعلمين بحمر سال الخلف اللي هي المركب نوعين المركب خلفي اللي هي الروبيان هو المركب الاحمر هنا دوت ده بيقعدكم ايه مسرح بس حوالي موسم الروبيان بس حوالي 5 شهور او 5 شهور ونص لا يروح وين يروح؟ يروح على مصر يروح على بلاده يعني او ممنوع يعني خلاص ما ينزلش البحر تاني المراكب اللي هني ام نوع وفي المركب ديت طول السنه شغاله زين والمراكب بتوع ناس كويس طبعا ده اهالي اهالي فيخلي المركب صافط وهم العمال يروحوا المركب هاي المركب دوره المركب يظل صافط طالب النقعه بنقعد الشمال يعني انت لو جيت رفش في الصيف في شهر 7 تلاقي النقعه دي كلها مليانه مراكب ايه زي باركن صحيح لو في الفحاحين صحيح طبعا عشان احنا دلوقتي في ايام موسم كل المركب ايه شغاله في الايه في الميه في البحر كل المراكب وصلنا معاكم اعزائي المشاهدين لختام فقرتنا نشوفكم ان شاء الله فقره جايه شكرا لكم رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير كل الشكر والتقدير للقائمين على هذه الجهود الجبارة لعمل مثل هذه التقارير واللي دائما تحمل الطابع التواوي. مرة ثانية نرجع نشوف الصورة اللي شفناها في بداية الحلقة. هذه الصورة شارع من يعني أحد الشوارع الموجودة بدولة الكويت ومعروف جدا وأعتقد أنه موجود في الديرة. في أول مداخلة هاتفية معي اليوم نقول مساء الخير. مساء الخير عبد الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عبد الله شلونك؟ مساك بالخير. بالنور الكرام. طول عمرك. وين الشارع اللي قاعد نشوفه؟ والله مو مركز وبالديره بس في اختيارات. يعني وين تتوقع؟ شنو اشهر الشوارع الموجوده في الديره؟ شرق يعني؟ يعني لا الديره. يعني ممكن يكون مثلا شارع الجهره، شارع سالم المبارك، شارع احمد اليابر، اي شارع فيهم؟ والله نقول احمد اليابر. لحظه قبل لا تقول وتقرر، ما انت بتراجع ترى انا ماسك اسمك وبحطه في السله عندي، اذا ضليت على هالجواب ممكن ما تدش معي السحب. اختيارات ثاني مره؟ انا قلت لك اعيد لك اياها، قلت لك شارع سالم الجابر، شارع سالم المبارك عفوا، احمد اليابر ولا شارع الجهره؟ شارع الجهره نقول. انت ليش مصر ما تروح على شارع سالم المبارك؟ شو مشكلته؟ عبد الله راح يعني اضطر ان استبعد الاسم. كذلك عندي مداخله هاتفيه اخرى ما ودنا نخسرها ولكن الاختيارات بسيطه جدا وقاعد نحاول نساعدكم بقدر المستطاع. نقول اليوم مساء الخير ايضا بثاني مداخله هاتفيه معي بهذه الفقره. عاطف حياك الله معي. حياك الله. السلام عليكم. عاطف المتسابق اللي قبلك عبد الله ما رضى يقول شارع سالم المبارك، تقوله ولا ما تقوله؟ لا سالم المبارك. شكرا لك. جواك الله، يعطيك العافيه. اذا عبد الله مره ثانيه يتصل علينا ويقول جواب صحيح ادش ان شاء الله باذن الله معانا في السحب، ما نبي نخسر احد. مداخله هاتفيه اخرى. مساء الخير. حياكم الله معاي عبد اللطيف. يا هلا بيك عبد اللطيف، شلونك؟ يا هلا بيك الله يحييك. عبد اللطيف الشارع اللي قاعد نشوفه، الصور اللي قاعد نشوفها وين فيه؟ بعد ما يبي السالميه، شارع سالم المبارك، واذا تبي بعد حتى المبنى اعطيك اياه. الله عليك الله عليك الله عليك.
تمام 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 قواك الله. كذلك مداخلة هاتفية أخرى. أخت جمانة. ألو. حياك الله معاي. الله يحييك، أهلا وسهلا. يعني إذا ممكن تقصرين التلفزيون، وكذلك كل المتسابقين اللي بيتصلون علينا قصروا على التلفزيون، سمعونا من التليفون حتى لا يؤثر على سماعنا لكم وكذلك حتى على المشاهد. جمانة وين الصورة اللي قاعد نشوفها؟ احنا قلنا قبل شوي مجموعة من الشوارع الموجودة في الديرة، ممكن يكون في السالمية، ممكن يكون وين؟ شارع سالم المبارك في السالمية. قواك الله يعطيك العافية. تمام كذلك مداخلة هاتفية أخرى. دام خلصت الاتصالات مرة ثانية يعني نرجع نذكر سادة المشاهدين ان احنا عندنا مجموعة من الصور. هذه الفقرة الاولى، شارع سالم مبارك موجود بالسالمية، في كذلك يعني شوارع كثيرة عندنا معروفة بدولتنا الحبيبة الكويت، منها الشوارع اللي موجودة في الديرة مثل شارع احمد اليابر، شارع الجهراء ايضا، ولكن هذا الشارع اللي موجود في السالمية احد اهم واشهر الشوارع اللي يضم ايضا كثير من المجمعات التجارية. راح اروح فاصل صغير وبعدها نرجع نتواصل معاكم من جديد.